مكملين معاكم برضو النهاردة في قرار المحكمة الإدارية العليا بند 8 سنين. بنحاول نسأل كل الناس، المستشارين القانونيين الخبراء في الموضوع، قلنا برضو وجهة نظرنا من وجهة نظر كده يعني إدارية، بس في القانون واللوائح لازم نجيب الناس الخبراء. معانا على الهاتف على الأستاذ محمد فضل الله، خبير اللوائح والتشريعات الرياضية. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك دكتور محمد؟ ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. أخبار حضرتك كله تمام؟ تمام زي الفل الحمد لله. دكتور محمد، يعني احنا دلوقتي فاتحين ملف الثمان سنين وحكم النهارده اللي صدر بتاع النادي الاهلي، هل الثمان سنين ده يعني قانوني مش قانوني؟ هل في فرصه للنادي الاهلي؟ هل الطعن ده هيؤدي الى شيء؟ اولا بص، دعنا نتفق يا استاذ سيف ان ده حكم محكمه القضاء الاداري، هو حكم قابل للطعن عليه امام المحكمه الاداريه العليا، واحنا لا نستطيع بصوره او باخرى ان نعلق على احكام القضاء. احكام القضاء دي احكام نافذه ولا احترامها ولا قيمها، ولكن احنا بنتحدث في الرؤيه القانونيه للرياضه بصفه عامه. فيما يتعلق بقضيه التدخل الحكومي، الرياضه لا يجوز فيها او الهيئات الرياضيه لا يجوز فيها بصوره او باخرى التدخل الحكومي في عملها، لان الميثاق الاولمبي واحكامه وقواعده الماده 13 منه اللي بتتعلق بالحركه الاولمبيه وتاثيراتها بتمنع قضيه التدخل الحكومي بصوره او باخرى، وابتدع ان الحق الاصيل للجمعيه العموميه، سواء جمعيه عموميه للجنه اولمبيه او الاتحاد او لنادي. فبالتالي يعني دكتور محمد، اقدر اخو من كلام حضرتك كده ان الجهات دي لو اتجهت الى اللجنه الاولمبيه او المحكمه الرياضيه ممكن تبطل القرار ده، او ممكن توقع عقوبات على مصر؟ لا، هو طبعا هو اللجوء للمحكمه الرياضيه دلوقتي امر يعني مش ما اعتقدش ان هو قابل للمناقشه في الحد ذاته، لكن في قضيه النسر هشرح لحضرتك ممكن اللجوء ليه. لكن في الموضوع ده انت دلوقتي امام قوانين ولوائح مصريه مخالفه لقواعد واحكام الميثاق الاولمبي، فبالتالي انت من المفترض ان تعدل قوانينك ولوائحك داخليا، ولكن اذا نصت القوانين المصريه انه يحق للانديه التحكيم تبع المحكمه الرياضيه والدوله تتقبل ذلك، من حقهم ان هم طبعا يلجاوا للمحكمه الرياضيه ويلجاوا للاتحاد الدولي. تمام، يعني كله يعني النادي الاهلي باعتباره نادي مؤسس لكره القدم ونادي كبير وعريق من الممكن ان يلجا للاتحاد الدولي في مثل هذه القضيه، ولكن هو الاصل اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ سيف انه لا يجوز بصوره او باخرى التدخل الحكومي في عمل الهيئات الاهليه، لان التنظيم الحكومي اقل من التنظيم الاهلي، واحنا عندنا ماده في الدستور بتقول ان الشعب هو مصدر للسلطات، فبالتالي الجمعيه العموميه للنادي او للاتحاد باعتبارها جزء من الشعب هي مصدر لهذه السلطه. بس يا دكتور انا اسف يا دكتور بدون ما اقاطع حضرتك، يعني انا اللي فهمته من كلام حضرتك ان 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 احنا هنستنى القانون الرياضه اما ينزل، والقانون ده يتكتب فيه ان من حق الانديه دي تلجا للمحاكم الرياضيه او لا، مظبوط كده؟ ما تقدرش ان انت تحط في قانون الرياضه بند 8 سنين، لا تستطيع ان يتحط بند ملزم ان الاتحادات وان والانديه والانتخابات في الانديه مدتها محدده بهذه الصوره، الكلام ده بيتحط في اللوائح، لان من المفترض الذي يقرر اللوائح هي الجمعيات العموميه. لكن القوانين الدول لا تستطيع، دي تبقى مشكله كبيره بيننا وما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه. اي بس معنى كلام حضرتك ان قانون الرياضه اللي هيحط المفروض مجلس الشعب لو ما اتحطش فيه 8 سنين يبقى هيبطل، يبقى القانون ما ينفعش تحط فيه قيد، لا يجوز القيد بصوره او باخرى على عمل الهيئات الاهليه من قبل الدوله. ما ينفعش. يعني ما هو احنا اصل احنا امام امور مسلمه، يعني الامور اللي انا بتكلم فيها دي ليست امور جدليه قابله للنقاش. الميثاق الاولمبي هو الدستور الاسمى للرياضه بيمنع التدخل الحكومي، يجب عشان يتحط في القانون تجيب موافقه كل الجمعيات العموميه في جميع الهيئات الرياضيه انها موافقه على بند الثمان سنوات. طب ازاي يا دكتور ازاي القانون النهارده وهو القانون المفروض هو اللي يعني بيقود كل الكلام ده، القانون ما ينفعش فيه واللائحه يعني المفروض القانون يجب اللائحه؟ لا، لان اللائحه اللي مفترض اللي بيحط اللائحه مين؟ الجمعيات، يعني لائحه اتحاد كره القدم اللي حاططها مين؟ الجمعيه العموميه. اذا اقرت الجمعيه العموميه الثمان سنين في شانها ده شان خاص به. اللجنه الاولمبيه لائحتها مين اللي بيحطها؟ المفترض. طب لائحه الانديه اللي حاططها حضرتك المهندس حسن صقر؟ ما لائحه الانديه من المفترض ان هو بيضع انظمه نموذجيه، الجهه الاداريه بتحط نظام نموذجي، لكن تفصيلات اللائحه اللي بيحطها الانديه. الجمعيات العموميه عشان كده بقول لحضرتك احنا ماشيين غلط. يعني اللي انا فاهمه من حضرتك ان القرار بتاع المهندس حسن صار ان هو ياخد قرار بالثمان سنين ده قرار خاطئ، لان ده قرار جمعيه عموميه فقط لا غير، اللي هي اعلى في الاعلان الدستوري. مين الاعلان الدستوري؟ مين اللي حدد هذا القرار؟ مش استفتاء الشعب؟ مظبوط، تمام، صح ولا مش صح؟ فبالتالي من حق الجمعيه، انت يا استاذ سيف عضو مجلس اداره في نادي كبير وعريق، مين اللي بيدفع التمويل الخاص بنادي الصيد؟
أعضاء الجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية، مين اللي بيدفع العضوية والاشتراكات السنوية وكل كافة الموارد المالية الخاصة بالنادي؟ أعضاء الجمعية العمومية. يبقى يفرض عليهم إزاي قرارات خارجية؟ إذا كان إحنا أصحاب المال وإحنا أصحاب الشأن، فبالتالي إحنا أصحاب الحق الأصيل في أي إقرار. واخد بالك؟ لكن إحنا الأمور عندنا بتدار بطريقة فيما يتعلق بالرياضة عكس ما بتدار بها خالص في العالم. نجيب نادي واحد في العالم أو اتحاد واحد في العالم بيفرض عليه، اتحاد رياضي في العالم بيفرض عليه من خارج الاتحاد او من خارج جمعيته العموميه بند معين. طب دكتور 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 محمد بعد اذن حضرتك، يعني معنى كده ان الجمعيه العموميه اللي عملها النادي الاهلي واقرت بالغاء بند الثمان سنين يبقى الاهلي يعني مكمل في المعركه دي او ماشي كده مظبوط؟ هو من حقه، هو من حقه طبعا انه يطعن. انت دلوقتي امام حكم قضائي يحترم، من حقك ان انت تطعن بحيثيات جديده وباسانيد جديده وبدفوع جديده امام المحكمه الاداريه العليا، ولكن يجب ان يتم التوصيف في هذه القضيه وفقا ان هذه منازعه رياضيه، فالاستناد القانوني فيها في عملية الدفوع اللي يقدمها النادي الاهلي او اي نادي اخر يجب ان يعتمد على هذه النصوص. عندك ميثاق دولي للتربيه البدنيه والرياضه، عندك ميثاق اولمبي يمثل القاعده الرئيسيه في اي قواعد قانونيه في الدوله مرتبطه بالرياضه. تمام، شكرا الحقيقه الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح. يعني من كلام الدكتور محمد كده بنفهم برضو ان الاهلي في فرصه كبيره ان الرياضه لا تسيس، ان ما ينفعش تدخل الحكومي في الرياضه زي ما الدكتور محمد قال. يعني واضح ان هي طبعا معركه كبيره هتستمر او هتكمل فيها الانديه زي ما سمعنا الدكتور محمد من المهندس حسن فريد.